الله، صباحكم بكل خير. أسعد الله صباحكم بكل خير ويسر ومسرات. وعبال ما يجون الكل والجميع نقع كده شوي، أخفي كده شوي أحسن شوي، نقدر تنفس. اسمعوا صوتي بعد ساعة ما دخلوا كلهم. كلهم يدخلون إن شاء الله، نبدأ المغامرة أو ما تقولوا المغمرة. خلاص توكل على الله. ما خلص الشغل حتى بفوت هذا هنا، ان شاء الله ما يطب علينا احد. وكلنا نقول مع بعض: اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. توكلنا على الله. نقول في اصوات كلاب في المكان. يا حد قولوا كلكم مع بعض: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الأصوات تروح تيجي تروح تيجي، معروف الصوت هذا اللي يروح ويجي يروح ويجي، معروف الأصوات اللي زي هذه.
الجو حر اليوم ولا كيف؟ والله انا حران، اجيت حران اشمع والله. نصور البيوت اللي في الواجهة الخارجية اول شيء، تخبرون القطو اللي ظهرين اول. شفنا على المطر كيف صار، ندخل ان شاء الله داخلنا ونصور لكم ان شاء الله من الداخل. يا حد ان شاء الله الساعة 2:30 تقريبا، انا واثنين 40 دقيقة راح نخلص المغامرة ان شاء الله. يا جماعة شوفوا الاشجار كيف انبتت، اصوات الكلاب يا جماعة كل مكان اصوات كلاب. والله بدينا في الصعب، ابتدينا يا حد سمعت حق الحصة. سمعت حق الحصة. شوفوا مع المطر كيف صار، الله يحفظنا ويحفظ الجميع. هذا المكان فيه ثعابين مليانة ولا شيء. شوفوا كيف هنا، في حد؟ في حد هنا؟ أعوذ بكلمات الله التامة، الشر ما خلق.
في أحد؟ صار شو الأسود ده؟ شو القطو الميت؟ شايفين القطو الميت جوة الخزان يا جماعة؟ هذا قطو طاح ومات. هذا قطو طاح ومات. شفتوا البصمة؟ شايفين كيف؟ يا حد شيء يلمع هناك شايفين؟ بسم الله كان في شيء يلمع هنا يا جماعة اختفى من انت؟ بسم الله
مستودع سبق دخلت فيه كمان. حتى الآن نبغى نصور الأماكن الخارج. بسم الله الرحمن الرحيم. وراي يا جماعة وش فيكم انتو؟ ترى ما في شيء وراي. شايفين شيء وراي انتو؟ يعني طف النور مثلا. ها طفينا النور الحين وش شايفين؟ ها يا جل شايفين شيء؟ طفينا النور ما في شيء. وحد الله يا جماعة لا تخافون شيء. بنروح المواقع اللي هناك الناحية الثانية، وبعدها إن شاء الله نرجع نجي ورش أشجار هذه ندخل في الناحية الثانية في الداخل. الآن بنصور المناطق هذه اللي هنا إن شاء الله. هذه كانت الظاهر مواضي كانوا يغسلون حقنا الاستراحة هنا في المكان ده. هذه الاستراحة المحطة المهجورة هذه طبعا. نشوف الظاهر أكيد هذا صرف صحي. هذا صرف الصحي اللي هنا. سمعت الصوت. شجرة العشر. هذه شجرة الجن. هذا ركن الجن اللي هنا مستظلين. يا جن لو سمحت اذا انت موجود اطلع قدامي. ندخل الدخله ذي ونخرج من ذاك المدخل المخرج عشان نرجع من هنا من ورا.
يكون ايش ذا. يا حد هنا يبين كأنه بني آدم. شوفوا علامة الحركة كيف أخذ علامة الحركة. شايفين كأنه الرسومات رسومات الجن اللي يرسمونها في أفلام الكرتون. شايفين راسمين زي رسومات الجن الحريق يعني صاير سبحان الله زي كأنه ناس أشخاص واقفين. شوفوا شوف الرسومات عكس الثاني كيف شايفين. شوف سبحان الله. يا حد شوف الوجه هنا سمعتوا حذف حصى ذي ولا ايش؟ بسم الله مو من الشارع. المرة الماضية الشيء اللي طلع في الخلف هناك بين الزرع في شيء كذا طلع كان يتابعني وراقبني. أظن شفت المغامرة اللي غمرنا في السناب. تخبرون أنتم الشيء اللي طلع وصورناه.
المشكلة هو الخوف من الثعابين زي هذه الأماكن. تروح تمشي 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 ما تدري أنت وش داعس في النهاية. ترى الشبكة ضعيفة ورا هناك شوي، بس أحاول إن شاء الله أحصل شبكة كويسة إن شاء الله. حياة يا ثعابين شيء. بسم الله. وصلنا للحمامات الله يعزكم. يا حت هندخل إن شاء الله داخل بعد شوي. يلا الحين توكل على الله. أربط الأحزمة، بندخل في المكان الصعب الآن يا جماعة. بندخل الآن إلى المنطقة الخلفية، هذه المنطقة الصعبة. هنا خلاص. يا حد في حدا؟ لك شو هاد يا زلم؟ اسمع اسمع يا جماعة، بسم الله اسمع. في أحد هنا في لو سمحت؟ في أحد في البيت؟ امشي امشي. هذا والله جني شكله، ما بيتحرك، واقف عند الباب. بس الباب يا جماعة، استغفر الله. امشي اقول لك، امشي 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 امشي، لا اذبحك الحين تطلع جني وتورط امي بعدها لا سمح الله. شوف ايش في الارض هنا. مقفل، ما نفتح شيء، مقفل. استغفر الله، يا كثر الوزغ في البيت.
هذا مشكلة يجيب البرص. ندخل أماكن مغلقة بشكل عام. والله دخل داخل. في أحد؟ في بيت هناك. شفنا البيت هنا، فين راح البيت؟ بسم الله حذفت حصى يا جماعة، والله حذفت حصى، حذفت حصى ورا بعض، هاي 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 يا أبو الجن لو سمحت. هذا البيت أول مرة أشوفه، أنا ما كنت شفت البيوت هذه. بسم الله. من أنت؟ ماتت للشياطين على ملك سليمان ولكن الشياطين كفروا. أوه. شوفوا شكيت كراتين موس. أحد يبغى كراتين موس؟ شغل مجهولين. شوف البريصي وش كبره. في مجهولين في المكان الظاهر. نشيك بسم الله. يا حد وش البيت الثاني ذا؟ هذا كان بيت وهدو واضح. شوفوا هنا في بيوت. والله بلا شيء غامر في المكان ده مرة ثانية.
أول مرة أشوف المكان ده يا جماعة. ما قد صورت هذا المكان صح؟ حقين السناب شات. مغامرة أنا ما صورت الموقع ذا. لا لا لا. هاي 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 هاي. لو سمحت. تعال قدامي لا تجي من وراي. شجرة العشر. والله ما دريته شو مسويه كمان طلعة. اوه حركات. هذه منطقة مقطوعة. وش يسوون دول يجمعون أغراض هنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. في أحد هنا في المكان؟ في أحد هنا؟ بسم الله. والله شوف المكان ده. والله مكان في الداخل. وش ذا المكان؟ دقيقة واحدة. شغل الكشاف الاحتياطي. في أحد؟ أنا أدري إنه في أحد هنا في المكان. ما في أحد في المكان. والله في أحد في المكان. إيش ده؟ في شيء شفته في شيء قاعد يشرد. قنفذ ذا ولا ايش؟ في شيء قاعد يشرد صغير. ايه قنفذ. تعال
هذا القنفذ. خليته وراك يا اخوك، خليته بغني اوريكم. بسم الله. في احد؟ سمعته؟ أبوي يشتى هذا البيت اللي أنا أشوفه، دخلت فيه صورته، فيه كراتين خيط تسحلك. ترى هذه كلها غابات. اسمع الصوت، اسمع الصوت. صوت، في صوت شيء اصرخ، في صوت صرخات. باخذ السكين معي احتياطا، احتياط. ضحك النحل. ايه هذا طلع حق النحل، ضحك النحل. ايه هذا طلع حق النحل، الله يطير. الشبكة ضعيفة يا جماعة، الشبكة روحت. يا حد كان يسمع الصوت. انو حد جاء، سمعت صوت سيارة، سمعت صوت سيارة.
بصوت. اسمع الصوت، في صوت والله، في صوت يا جماعة. شوفوا فيه يا جماعة، بستخدم من هنا في كشاف عندي، شو اسمه اللي هو كشاف، في شايفين شيء هناك؟ شوفوا 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 شفتوا 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 يا جماعة، شفتوا في شيء يا جماعة، اختفى. ايوه شوف، رجع مرة ثانية. اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله. في شي قاعد المع. اختفى، رجع مرة ثانية. اختفي ايوه هلا. ترى في الظلام، ترى هذا كبس، هذا مسافته هنا. ما هو في الراب، رجع. استخدم كشاف العقرب. يا حد، قسم بالله صوت خطوات. لا مو بس قطو؟ لا ولا قطو في المكان.
فين القطو ذا يا جماعة اللي يقول قطو؟ طيب احنا انا شفت شيء يتحرك برضو يا اخي. ايش الكشاف ذا؟ ايه فين المخرج؟ ايه المخرج مو هنا. الكاميرا كذا كبيرة يا رجعت الزوم. هذا كله عشان ادور اللي قالوا القطو ذا، اللي بنشوف فين هو قطو ولا مو قطو. ومن هنا هذا حكم مقفل، قدام حكم مقفل. أنا دخلت جوا، والله سحبني للداخل، سحبني للداخل، أعوذ بالله. هذه بعد أرجع مرة ثانية، سبحان الله كويس إني فقت. سحبني للداخل.
شفتوا كيف؟ هنا هذا طريق اساسا. شوف فين دخلت انا، شفتوا فين دخلت؟ بوريكم الكشاف الكبير. قسم بالله اني دخلت مكان مو مكاني اصلا. يعني شوفوا فين كنت انا، شوف فين كنت، فين كنت؟ هذا طريقي اصلا، هنا هنا طريقي، هذا ما هو طريقي ذا. فين سحبني؟ شفتوا يا جماعه؟ حول ولا قوه الا بالله. فين دخلت انا؟ والله ما هو طريقي ذا، هذا هنا طريقي، حتى هنا لا. نخش من هنا ان شاء الله عشان يكون في طريق. ايش عندك وراي وراي تمشي؟ ما في لمعة في العين. بس ولا حسيت في شيء يمشي وراي، قاعد يمشي وراي. أنا حسيت في شيء يمشي وراي. شفت شفت اللي قاعد يمشي وراي؟ صدت فجأة، والله صدت، حسيت انه في شيء، في شيء وراي قاعد يمشي. اي والله في شيء وراي قاعد يمشي. اوه يا الطريق لا اضيع. هو هذا أبغى أخرج كمان الناحية اللي بعد ذا، مو هنا هذا الطريق مقفل. هذا هو الطريق، شوف البيت، هذا البيت اللي رحت فيه أول، تفتكروا هذا البيت، هذا الأماكن اللي دخلتها قبل. هذا هو طريقي. هذه الحفرة لا ما هو طريقي. وين طريقي أنا؟ هذه الحفرة دي. والله تعبت.
الحمد لله ورجعت للمسار اللي انا ايش التلفزيون ذا ولا ايش ذا في بيت مهجور؟ التلفزيون ده ولا ايش؟ ايش هذا؟ الله يشرح لك. شيء عجيب. هذا الشيء اللي يظهر في بيوت أماكن مهجورة زي هذا علشان يوريك انه فعلا المكان مسكون، لكن ما في شيء في المكان، يعني قدامكم كأنه في ناس قاعدين يتفرج تلفزيون، يعني كأنه واحد مشغل تلفزيون وقاعد يتفرج. كبرت زومت وصلت لين الأخير. ترى جوالي آيفون 12 برو ماكس، 3 كاميرات صافية صافية، زومت وشفت قدامكم. شيء عجيب والله يا جماعة، يعني الواحد يستغرب، يعني سبحان الله شفنا نور وشفنا دحين شفنا زي التلفزيون. شفنا زي التلفزيون، شيء عجيب مرة، شيء عجيب والله. تلفزيون تلفزيون. يعني يوروك زي التلفزيون، عارفين ان انا قاعد اصور، شكلهم يقول ترى احنا نتفرج معاك. احنا نتفرج، ترى احنا نتفرج مغامرتك يا العنبري، ها شوف احنا نتفرج على التلفزيون. يا الله سبحان الله، الله اول مره في حياتي اشوف الشيء ده، شيء عجيب والله، شيء عجيب. علشان اللي يقول بلاط عاكس، ترى هذا كبس، هذا مو كشاف، هذا حد هنا شوف
ما تشوف اللي هناك. هذاك هناك آخر الدنيا. طفيت النور عشان تشوف، عشان لا تقول عاكس، عشان لا تقول عاكس، عشان لا أحد يقول عاكس. أنا طفيت النور وصورت لكم، شفت بعينكم أنت في النهاية. المخرج من هناك. أنا كيف حمشي طفيت النور الحين؟ والله شيء عجيب. ما أدري إيش هو ذا يا جماعة. طيب يا جماعة، أنا الحين برجع أخرج. طبعا هذاك البيت اللي هناك وذاك البيت، شايفين الصندقة؟ هذا هو البيت. الناس اللي تقول يا جماعة، أنا بتكلم معاكم، الناس اللي تقول العاكس، أنا طفيت النور ما حتشوف وجهي، ما حتشوف وجهي ولا تشوف أي انعكاس هنا في المكان هنا، ما حتشوف، ما حتشوف نهائيا. أنا ولعت النور حتشوف، ما ولعت، ما حطيت كشاف. ترى اللي معايا كبس، معايا كبس. يعني في أحد؟ يعني تشوف حولك بس، يعني تشوف حولك بس. هذا واضح وضوح الشمس انه في شيء قاعد يلمع نور القمر. خلاص بعنا البيعة. طيب يا جماعة الخير، انا كذا وصلت نهاية المغامرة. اتمنى المغامرة نالت عرضاكم واستحسانكم. هذا نصت من الله وان اخطأت من نفس الشيطان، وصلى الله على سيدنا محمد. انا اخرج من المغامرة. ربي يعطيكم العافية ونلتقيكم على خير، وتصبحون على خير في امان الله. تبون بث بعد المغامرة ولا خلاص قفلنا؟ خلاص ما تبون بعد ارجع بسوي لكم بث ولا خلاص وقفنا؟ خلاص المغامرة انتهت الان يا جماعة. لا اله الا الله. يا حبيبي الشارع بعيد، الشارع بعيد والله، بعيد بعيد بعيد، الشارع بعيد والله بعيد. انت تحسب النور ذا؟ قسم بالله العظيم ترى كيلو ونص. المهم برجع البيت ان شاء الله الساعة 3:30، حطلع بث مباشر وحنتكلم بخصوص المغامرة هذه ان شاء الله. بروح اتعشى، تصبحون على خير، فمان الله، مع السلامة. هذا الموقف.